البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيتكم بهذا الفيديو غندير معكم. قبل ما نبدا بعد الفيديو كنشكر الناس اللي خلاو لي التعليق في هذا الفيديو التالي، كنشكرهم بزاف 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 جميعا، وبخصوصا اصحاب الناس اللي ديال الجزائر، الله يجازيهم بالخير، شكرا لهم على التعليق ديالهم. غزالة تبارك الله ما شاء الله عليكم، الله يحفظكم كاملين كاملين كاملين. كنشكركم من هذا الفيديو، والله اللي خطاكم علينا، نتوما اللي كتخليونا باش نزيدوا للقدام، اللي كيخلي هذا كيدير لنا التعاليق المحفزة باش تنزيدوا للقدام ان شاء الله، ونعطيكم المزيد المزيد، والله يحفظكم وينجيكم. اليوم جيت ندير معكم كونفيتير ديال النقاص ان شاء الله، نتمنى ينال الاجر ديالكم. ندوزو المقادير باذن الله. عندي هنايا كيلو و200 ديال النقاص قطعته وزودت له القشره ديالو وديك البودور ديالو. هنايا عندي كيلو 200 قلت لكم، غادي ندير معاه 600 غرام ديال سنيده، وعندي هنايا 600 مليلتر 700 مليلتر ديال الماء، وعندي نص كاس ديال الليمون هكا ربع. دابا غادي نجي معكم، غادي ندير هاد الاجاص هنايا طنجرة، الله يبارك فيك، غادي ندير هاد الماء، وغادي ندير هاد السنيده كتصوب المربى، اييه، وغندير الليمون، وغادي نحرك هادشي مزيان. ما قلتي تنصوبو انا؟ لا لا نصوبو انا دابا سبقتك، راه دابا هزي المهم بعد سبقتو سبقتو. المهم كنخلطو هادشي مزيان، امين يا رب، وغادي نديرو على العافية. دابا انا جبته فوق النار، وغادي نخليه حتى يغلي مزيان وغادي يطيب، وحنايا مع بعضياتنا ان شاء الله. بالنسبه للاجاص اللي درت، ديك الاجاص الصغير ولكن حلو، ماشي ديك الحامض، داكشي علاش ما درتلوش السكر انا بزاف. الا كان عندكم داك الاجاص ويكون شويه حامض، غادي تزيدو السكر باش كيجي هذا هاد المقص هذا. انا حلو بزاف تبارك الله، ومهم جبت منه بزاف، وخفتو يمشي يفسد لي، بدا يطيب بزاف، وانا غوت نديرو كونفيتير معكم نشاركو معكم، والله يكمل بالخير ان شاء الله. هانتوما كتشوفو كيغلي، ها هو دابا مازال ما وجدش، لان خصو مازال يغلي ويعود. دابا يلاه هادي شي ربع ساعة باش درتو فوق البوطة، المهم شحال ما دار من الوقت غادي نقول لكم شحال دار ان شاء الله. وبالنسبة للاجاص اللي بغى يدير هاد القياس هذا، يديرو مع الاجاص او التفاح او سميتو اي فاكهة اللي تيبغي. بالنسبة تيخرج كمية مزيانة الحمد لله، شي اللي غنقول لكم. هانتوما كتشوفوا هو دابا علين هادي شي نص ساعه د المغانه هو كيغلي. انا البنيتات ما كيبغاوليش في الطراف بزاف ديك الغلاض وداكشي، انا كندير له غير هاد الماكينه هاد ديال اليد، كنبقى نعكو هكايا باش حتى الا كان شي طرف كبير ولا شي حاجه كي هذا يذوب شويه بيتفرتت بعدا. راه علين يوجد ما بقالو شي. مزيان خدا اللون ديالو، اجيو ملي كدير ديك بغيت كونسيرفا كي كديرو؟ هي بحال دابا الناس اللي كيديرو بزاف كمية كبيرة، غادي يديرو ديك القرعة تيديرو لها التعقيم، كيديرو الماء حتى تيغلي، وكيديرو ديك القرعة في الماء، وكيخليوها حتى واحد نص ساعة المكانة ولا هذا،
وكتعقم مزيان ديك القرعه وتحطوها حتى تتنشف وكديري فيها. الا كانت شي كميه بزاف ودرتي بحال دابا تتلقى المشمش رخيص او التين او هذا وكتشري بزايد وكدير اييه وكديريها كتصوبي بزاف ديال القريعات وتخبعيهم بعدا كتلقايهم مزيان. انا درت دابا هي كميه هكايا صغيره معاكم نص شهور 17 من شهور اييه الانسان اللي عنده لا طل وين قالوا والو لا راه عليني وجد ان شاء الله. كنتي غطحني ساعه ما طحنيش لا لا بلاش ما تفرتت بزاف صغير بلاش. لا ما حتى هو تبارك الله هو حلو فتي حلو عرفتي يلا جبنا عليه شي 3 ايام ولا 4 ايام دغيا دغيا بدا يطيب ليه قلت له عرفتي اش غادي ندير اجي نديرو كونفيتير حسن اللهم انا ندير كونفيتير ولا نضيعو اللهم فينا ولا في الوادي ياك ياك ايوا الله اختي فينا علاش الواد ايوا وشنو لا ضاع اللوح ولا لا ما نصوبو كونفيتير حسن ياكلو الوليدات وناكلو حنايا شنو واش نقول لك غير بوحدك حنايا كلنا ما كياكل بوحدو يطبل يطبل صافي يطبل هانتوما دابا ها هو دا وجد عندنا بالضبط درت له ساعة هاد المكانة دابا صافي غادي نطفي عليه ها هو دابا واجد وتبدل له اللون ديالو شوية ها هو دا مزيان دابا غادي نطفي عليه وغادي نقطي عليه ومن بعد ان شاء الله نتلاقاو. هانتوما كتشوفوا الكونفيتير ديالنا كيطلع جا رائع جدا هانتوما كتشوفوا جا غزال 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 ما طحنتو ما حتى شي حاجه هي بديك هذيك الطحنه ديال اليد اللي هي هكاك عاديه ما لما شيت ديال الطول والو جا غزالني جا غزال هانتو شحال الكميه هي اللي خرجت لي. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله وكنزيد نشكر الجزائريين بزاف 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 على الدعم ديالهم وعلى المسانده ديالهم وعلى التعاليق ديالهم البناءه لان داكشي ديالهم غزال وحنايا الحمد لله اخوان خوا خوا ديما كما كيقولوا اللهم لك الحمد الله يحفظكم وينجيكم والله نتمنى تبقاو معنا دعمونا القنوات الصغيره ودعمونا وتبقاو معنا ان شاء الله متابعينا وشكرا لكم بزاف بزاف كنشكركم من هذا المنبر بزاف بزاف ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم وشكرا جميع اللي كيشاهدني وكيخلي لي تعاليق وتيخلي لي لايكات والاشتراك كنشكروا من هذا الفيديو هذا بزاف بزاف ولهلي خطيكم ومع فيديو جديد ان شاء الله ومع السلامه.